النتيجة الكلية يعني شنو؟ يعني مؤمن يوم القيامة يجي وله قصر في الجنة، شنو اللي صنع هذا القصر؟ هو سبحان الله، فسبحان الله قال يوم الجمعة، فد الحمد لله قال يوم السبت، فد لا إله إلا الله قال يوم الأحد، ركعتين صلاها، فد وقت شاف ما عنده شغل قام صلى ركعتين، اغتنم ركعتين، زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت باللغو ردت تقول كلمة فكر فيها فاجعل مكانه تسبيحا. شعر أمير المؤمنين صلوات الله عليه على ما أتذكر، وايد لطيف. هاي الجزئيات تصنع الجنة، وهاي الجزئيات تصنع النار، هذه الكلمات الصغيرة تصنع عالم، هذا الدينار بعد الدينار يصنع تاجر. الحياة هي هذه، لا تقولون شنو قيمة هذا العمل، لا، هذا العمل جدا مهم. هي هذه الجزئيات تجتمع وتجتمع وتجتمع وتكون العلام الحلي، هذه الجزئيات تجتمع وتجتمع وتجتمع وتكون بنت العلامة الحلي اللي كانت مجتهدة أيضا، أو زوجته اللي كانت مجتهدة. هذه الأشياء الجزئية تصنع جيلا صالحا أو جيلا فاسدا.